الجزء الرابع: التعرف على أعراض أحمرار الساق. يمكن أن يساعد التعرف على الأعراض المحددة التي تصاحب أحمرار الساق في تحديد السبب الكامن وتوجيه العلاج المناسب. يمكن أن يختلف الأحمرار نفسه في شدته، من لون وردي باهت إلى أحمر داكن ناري. قد تشعر المنطقة المصابة بالدفء عند اللمس، وقد يبدو الجلد مشدوداً أو لامعاً. التورم هو عرض شائع آخر، وغالباً ما يكون مصحوباً بشعور بالضيق أو الضغط. يمكن أن يتراوح الألم من انزعاج خفيف إلى خفقان شديد، اعتماداً على السبب الكامن. يمكن أن تكون الحكة موجودة أيضاً، خاصة في حالات ردود الفعل التحسسية أو تهيج الجلد. قد يعاني بعض الأفراد من إحساس حارق أو ألم في المنطقة المصابة. يمكن أن تتطور أيضاً بثور أو قروح مفتوحة، خاصة مع حالات العدوى أو الإصابات. يمكن أن تشير الأعراض الجهازية مثل الحمى والقشعريرة وتورم الغدد الليمفاوية إلى عدوى أكثر خطورة مثل التهاب النسيج الخلوي. هذه الأعراض تستدعي عناية طبية فورية. يمكن أن يصاحب أحمرار الساق أيضاً تغيرات في ملمس الجلد مثل التقشر والجفاف أو السماكة، خاصة في حالات مثل التهاب الجلد الركودي. يمكن أن توفر مراقبة هذه التغييرات أدلة قيمة للتشخيص. يمكن أن يوفر موقع ومط الأحمرار أيضاً رؤى ثاقبة للسبب الكامن. قد يشير الأحمرار الموضعي إلى تهيج أو إصابة محلية، بينما قد يشير الأحمرار المنتشر إلى مشكلة أكثر جهازية. مدة الأحمرار مهمة أيضاً. يجب تقييم الأحمرار المستمر الذي لا يتحسن بإجراءات العناية المنزلية من قبل أخصائي الرعاية الصحية.